نرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب في هذه اللحظات، لحظات انطلاقة واندفاعة الشوط العشرون للقعدان. الحقائق في هذا الصباح الجميل وشوط الختام ينطلق على بركة من الله وتوفيقه. نتقدم مباشرة مع أول المراكز، مع أول التحديات. جزيل يا جزيل، ناصر بن يعان بالخلفان، الشامسي ينطلق ولكن من غير واحتل الصدارة في هذه اللحظات لبيب محمد بن سهيل بالدليل. العامري ينطلق مع لبيب على أول التحديات، على أول الانطلاقات. المركز الثاني القادم متابع جزيل، ناصر بن يوعان بالخلفان الشامسي. المركز الثالث وتابع ما يخاف السويدان بن عبيد بن السويدان. العامري ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الايمن وتابع حضور من سراب محمد بن بطحان بن قران المنصوري المقدم لشعاره. وتابع المركز الخامس وتابع الغالي القادم بكل قوة محمد بن راشد بن سالم بن محمد الشامسي المقدم لشعاره. المركز السادس من يحضر ومن يتواصل ومن ينطلق في هذه اللحظات بشعاره. وتابع الحضور من شاهين أحمد بن هدي بن بطية الشوبسي قادم بكل قوة قادما في هذه اللحظات في هذا الختامية. وتابع أيضا الوصول والتواصل والانطلاق، التواصل والتحدي في هذه اللحظات. ينطلق بشعاره الجميل وشعاره الأنيق. وتابع الذيب أم سعيد بن محمد بن سعيد بن خالد المنصوري المنطلق بكل قوة المندفع في هذه اللحظات ليندفع ويتجاوز الأسماء. وتابع الحضور والتواصل مع المركز السابع في هذه اللحظات، من أتى في هذه اللحظات؟ التاش سالم بن حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي القادم بكل قوة. وثامن التحديات أتابع الوصول والانطلاق من الأسماء المنطلقة لأتابع ليرى في هذه اللحظات. متوتر سعيد بن علي بن مبارك بن محمد الشامسي المقدم لمتوتر، متوتر والله متوتر. أتابع في هذه اللحظات الحضور أيضا والانطلاق والتواصل من مهدي سالم بن علي بن سعيد الدرعي القادم بكل قوة. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى أول الأسماء، إلى أول التحديات في هذه اللحظات. العودة إلى الغالي، الغالي الغالي في المهرجان الغالي. ولكن الانطلاق التحدي في هذه اللحظات من حبشان، حبشان مع الكيلومتر الأخير عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري المقدم لحبشان. بدأ يغادر حبشان وينطلق حبشان مع أول المراكز، مع أول التحديات، مع أول الانطلاقات. المركز الثاني الحضور والتواصل والانطلاق في هذه اللحظات من الذيب، الذيب بسعيد بن محمد بن مسعيد بن خالد المنصوري. والحضور أيضا من متعب مبارك بن راشد بن محمد الخيلي. والحضور والتواصل والانطلاق. ولكن حبشان روح يا مالك حبشان، روح روح الفوز مع الأربعمية متر الأخيرة والخطيرة حبشان. ولكن متعب
متعب وحبشان، واللحظات الأخيرة متعب والذيب الذيب ومتعب متعب 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 مع اللحظات الأخيرة مع اللحظات الخطيرة. مبارك بن راشد بن محمد الخيلي، مبروك بالسبت، مبروك يا بالسبت على هذا الفوز، وسلام للرماح، سلام على هذا الفوز المميز والكبير المركز الثاني. أتى الذيب لمسعيد بن محمد بن مسعيد بن خالد المنصوري والمركز الثالث. وصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام مهدي لسالم بن علي بن سعيد الدرعي المركز الرابع، وصل حبشان لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري والمركز الخامس. كان الحضور والتواصل والانطلاق من الزفين لعبد الله بن عامر بن سلمان الهاشمي من أتى في هذه اللحظات مع المركز الخامس. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول متعب، 5:56 وجزئين من الثواني. تهانينا والناموس لمالكي على هذا الفوز، والتألق مبارك بن راشد بن محمد بالسبت الأخير على هذا الفوز المركز الثاني. أتى الذيب لمسعيد بن محمد بن مسعيد بن خالد المنصوري، 5:57 5 أجزاء من الثاني. المركز الثالث كان الحضور من مهدي لسالم بن علي بن سعيد الدرعي من قدم لنا مهدي التوقيت الزمني ولحظة وصوله. أما المركز الثالث لحظات، إذن متابعين الكرام لنتحقق من صاحب المركز الثالث ما بين حبشان وما بين أيضا مهدي، ولكن حبشان تهانينا لمالكي حبشان عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز والتالق. التوقيت الزمني ولحظة الوصول 5:59 وجزء وحيد من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح.